عسلام. سلام. عرفني برو. نور بزارون. مرحبا بيك. عاشك. باهي باش نسألك سؤال. بأنهي المرأة اللي يفد منها الراجل مهما كانت محلاها؟ والله شغل المرأة كي تبدا مش كي تبدا عندها الزين الكل. المرأة الفايدة مش في الزين. طيب مثال طفلة هذيك مثال مزيانة كل شيء تلقاها للرجل هذاك ما يحبهاش هكاك ما يحب مش فايدة في الزين. طيب أنا مثال واحدة من الناس مرة عرفت طفل قال لي خايبة كل شيء. أخي أنا عليك أنت؟ إيه قلت له قال لي مش فايدة في الزين مانيش نحكي عزيز صحيح مزيانة وعينيك ودرجة قال لي أو ما تبيض كل واحد يحب. شو عملت له أنت؟ ما عملت له شيء عبد يحبك. شنو اللي ما عجبوش فيك؟ مختصر لوليد تاو تونس حبوا الطفل اللي تمشي معاهم هاك ما يحبوش الطفل اللي تمشي معاهم مستوية. كان مشيت معاهم هكا يمشوا معاك في الريتم ويكملوا كان تمشي معاهم كيف في تربيتك وكل شيء يقول لك سامحني. علاش؟ هذاك هي مطالية ولد شعب تونس تاو. معناها تو الراجل يحب طفلة تكذب عليه؟ لا مش قلنا تكذب عليه هكا هكا شنو؟ معناتها تحب يحبها كي تمشي معاها بلغه اخرى هاي معايا البلاصه هذيك هاي تركينا تو كان جاي يحبها بالرسم كل شيء قابلها قدام العبيد الكل يكلم امها من الاول يعمل معاها مع تاريخ اللي كان حاجته بها بالرسمي اول موضوع يعمل يمشي يكلم امها بالرسم هذيك كان جاي حاجته بها معناتها اما كان جاي يمشي خبيث هذاك نتاع الاولاد تو هاي نمشي للبلاصه هذيك هاي نمشي للنهجه هذاك خير هاي النهجه هذيك هذيك هي مطاليتي مخخلة وليد تو ما فما صحيح ولاد يمشوا معاك هكايا بتربية وكل شيء فما ولاد يمشوا معاك هكا أنا عرفت برشا ولاد هكايا خليتهم في التعويجة نتاعهم ورجعت للطريق المستوي نتاعي. معناها ترى الولاد الكل مش الكل أما فما برشا يخدموا في مخاخهم على البنات. صحيح فما مش الكل فما 50% هكا و 50% هكا خاطر فما عباد صحيح من الاول يريك تمشي هكايا فما طفل لك اللي من الاول مثال يشوفك ماشيه معاه باللي قدا هو مثال يحبك تمشي في الطريق الغلط ينجم هو يصلح روحه بعد هو يصلحك انت فهمت ولا يصلحك وكان هو بالرسمي معناتها حاجته بيك كان ما جاش حاجته بيك ما يصلحكش وما يقولكش هكايا وما يعرفكش على امه مثال ولا اي موضوع فهمت. معناها الرجل الصادق لازم يعرفك على امه. اي كان جاي يحبك بالرسمي اللي عارفك على امه ويمشي كان دخل امه. اي ما انت طوب بالله حاجته بيك باش ياخذك كيكه من غير العلم لا امه ولا وذني. هي ما يحكي مع امك ساعه من الاول ويتفق معاهم بعد يعرفك على امه وبعد بشوي بشوي بمده طول المده يتعرف عليك انت. يدخل من الباب من الاول. صحيح هكا هذاك يدخل من باب الوصول كان هو ولد اصل بالرسمي اما كان جاي من الاولاد الاخرين هكا بتاع تخوبيث وبتاع الحكايات الاخرى هاي نهزك البلاصه وهاو درشني هاو درشني هذاك اللي يقول لك الراجل التونسي ديما عنده لوكال ديما عنده لوكال من نهار اللي باش يجي عرس ما عندوش دار. صحيح انا تو انا واحده من الناس الفايده مش في اللي عنده دار اللي عنده كهرباء ما نحبش واحد غني نحب واحد فقير. هو اللي عنده دار وكهرباء ماهوش غني راه في تونس. هي فما عباد ترد غني غني هاكا عنده كهرباء شري كهرباء مش معناتها شري كهرباء شري كهرباء خاطر هو خدم وعمل وقرا وكل شيء باش يوصل لخذاك الكهرباء هذيك ولا خذاك طرفة الدار هذيك. طب واحد يكون قاعد لابس عليه قوم تهبط عليه الفلوس من السناب شيخو كرم ما يلزم هذاك قرا وتعب على روحه وامه قرت وصرفت عليه دمها وكل شيء باش وصلته للبلاصه هذيك. وفما عبيد تو كثريت الجيل تو باش هيدهم كل شيء ماهمش لاقين خدمه وبعد تلقاهم حالتهم حليله معناتها هكا. اما تعرف شنو في تونس فما المرأة تتخوبث مع الراجل تحبو غني كل شيء كم باش تتزعب هاني خذيت راجل مثخم كل شيء. انا واحدة من الناس ما نحبش لا راجل مثخم نعيش حتى في جنيرة بتاع الجيش المفيد هو راضي بيا وانا راضية بيه ونفهمو مطاليتي بعضنا اكاها هذاك هو المكتوب كان جاب الرسمي معناتها حاجته بيا. معناها بالنسبة لك انت الحب قبل كل شيء. الحب والقدر زاد هاي زاد معناها انتم عارفين كيف باش تعيشوا من غير فلوس معناها نجم نعيش علي ما نعيشوش برشا عباد كونت روحها بشوي بشوي حتى لين وصلتو. معناها تقول انت نبداو من الصفر مع بعض. هاي نبداو مع بعض عباره مازالك تولدنا زوج مع بعضنا تو. هاي نبداو بشوي بشوي الواحد فينا يلقى خدمه مثل لقيت انا الاولى نخدم وكل شيء وبعد هو يخدم لين نبنوا دار ونرجلوا مولنا وبعد نعمل له دليل الباقي. معناها انت تقول تبداو من الاول من الصفر ومن بعد كي توليو عندكم فلوس نجموا تعرسوا.
ها صحي صحي. مش العرس قبل؟ لا مش العرس قبل، كونوا من الاول وهنا مع بعضنا، ودارنا تبدا في بالهم ودارهم في بالهم، حتى كي باش نعمل انا لحد الان وحده من الناس اي موضوع باش نعمل نقول عليه المرأة. كي تبدا انت معاهم من الصفر ويكون روحه هو من بعد يولي عنده فلوس ويخليك ويخ واحده اخرى، هذاك موجوده هذه ولا لا؟ موجوده صحيح، وهذاك الشيطان وسوس له في ذني، هو ربي يهنيه وانا نلقى واحد مخي. بالنسبه للراجل اللي قال لك ما عجبتنيش في طبيعتك، علاش؟ هذاك واحد الله غالب عليه وعليه، عنده خيوط في مخه عامل وك، معناها تلقاه هو هكايا كيما قلت لي انت حاب يخدم مخه وانت مشيت معاه في الخط. صحيح، هذاك عابد مثال جاي تعرف عليك وكل شيء، حب يخدم مخه، هاي نهزك البلاصه هذيك ها ونعمل لك ها ونعمل لك. انا ساعه قبل ما نحكي معاه هو نوري كل شيء، تصوير لاختي، نحكي لاختي من الاول، كان قالت لي اختي، خاطر اختي تعرف من الوجوه معناتها، صحيح نقابلوا المره الاولى ونزيد نعرفوا اكثر، كان المره الاولى هكا مشى معايا بالكدا نمشي معاه بالكدا، كان عمل هكا ولا هكا المرشي قدام. بعد قديش الطفل الانواع هذو نتاع الاولاد مانيها من الاول يبدا نورمال من بعد يقول لك هيا امشي معايا ولا حكايه هكا؟ لا انا نفهم الوجه من الاول، كي نشوفه من الاول من نهار الاول يقول لك لا انا نعرفه، كي نغزله في عينيه نعرف علاش يمشي علاش يجي. كيفاش؟ مثال تو احسب روحك تدخل جاي تعرف على بعض ماشي باش نعملوا قهوه، يقول لك لا القهوه هذيك اللي ما نحبش على عيني، ما يحبش الجمهور ساي، لا ما نحبش نمشي من غاديك فما برشا عيني، كم كوي خاف عليا، خاف عليا خي انا كي اي طفله العباد كلها تدور وكل شيء، عنده علاش يخاف عليه هو؟ لا مخو يمشي في بلاصه اخرى، باش يمشي لبلاصه اخرى باش يعملوا اللي يحب عليه. طيب مره مشى في لهنا كل شيء عرضني طفل قال لي نعرفه معناتها وكل شيء، قال لي هيا نوصلوا القهوه، مشينا عملنا قهوه بعد قال لي هيا نوصلوا للبلاص، قلت له لحظه بركه نوصل القهوه ونجي، روحت وخليته واحد. ومن بعد طلبك قال لك وينك؟ لا طول ما انا ماشيه في ثنيه حطيته في البلوك وحطيت نمره في الاستنوار وبدل. اما انا حسب ما نشوف توا البنات معناها فايقين ويعرفوا روحهم فاش قاعدين يعملوا. صحيح انا قبل غلط وكل شيء ومعناتها كيفاش نقولها، جاتني كل سنه المراهقه صعيبه على الاخر، عملت برشا صحيح غلطت وما نقولش ما غلطتش، صحيح غلطت وعملت وكل شيء، توا كي كبرت فهمت الموضوع كيف نقول لك الاستكشاف. كيفاش غلطت؟ عملت شو نقول ما عملتش، عملت صحبت بالسرقة على الدار، خرجت بالسرقة على ما نقول ما غير ما نقول ما مشيت مع مشيت البلاصة بالسرقة وكل شيء، هذاك كله غلط. أنا عندي أنا غلطك نمشي البلاصة بالسرقة ما نقولش لما بعد هي طب تكذب ليه، هاني في لهنا في الحومة نعمل في دورة وأنا نكذب هاني نعمل في قهوة، خاصة أنه يشجعك باش تكذب على دارك. لا هذا مستحيل، ما نجمش يشجعني باش نكذب على دار، خاطر انا قبل ما نعمل الموضوع لازم نقول عليهم الماء. ديجا اليوم هبطت لهنا قابلت طفل قلت لها راه باش نهبط نعمل قهوه مع الطفل الفلاني الفلان ونروح هكا. وش قالت لك امك؟ ما تقول لي خاطر تعرفني انا، تقول لي تعرفوا باهي كل شيء كمل معاه، تعرفوا هكا هكا تعرف روحك شنو تعمل. كل شيء اي حاجه تعملها تحكيها الام، حتى نريد نتعارك انا وطفله مثال تاو نروح ما راني تعاركت انا وذيك وقالت لي هكا وقلت لها هكا وعملت لها هكا وعملت لي هكا كها، ما خاطر بعيت من الكذب، على قد ما كذبت على قد ما المشاكل جايتني، ما عادش نحب نكذب وحتى لو كريت انا ما عادش نكذب والمشاكل كلها جايتني وما تعرفني، خاطر وليت نقولها كل شيء اي موضوع نعمله، تكلمها مثال فلانه راني ريت بنتك مع طفل تقولها ما هي في بالي قالت لي ونعرفوا الطفل وكلمته كل شيء هكاك باش خاطر. معناها احسن حاجه تنصح بها البنات انها تحكي لامها كل شيء، كل شيء تحسبها صاحبتها ماهيش امها، كيما تحكي كيما انا مثال نحكي لصاحبتي نحكي لامي كل شيء. الام هي تختلف؟ اي صحيح تختلف، تنجم تكون امها صعيبه وكل شيء، اما كي تحكي تمشي انت معاها في السطر تحكي معاها بصدق وكل شيء تولي تمشي. باش تنصح الامهات الصعاب مع بناتهم؟ ننصحهم يخفوا على بناتهم شويه خاطر جيل توا راهو الكل كيف كيف، يعني تخليها كيما صاحبتها تحكي لها كل شيء خير من تكون صعيبه معاها وتعمل حاجات بالسرقه. تعيط لها وتشدها وحدها في البيت مثال بعيد على ابوها ولا كان عندها اخوها ولا شكون، تفهمها تقولها عندك اي موضوع اجا احكي لي انا احكي لي باش انا مثال كان صارت حاجه ولا اي موضوع انا نعرف. معروفه هي الام بئر الاسرار نتاع بنتها. صحيح، خاطر بالرسمي ام تو مثال تجي الام الام والاخت
اي صحيح، انا ماما واختي كيكه بالضبط، نحكي لهم كل شيء وما نخبي عليهم حتى شيء. بابا صحيح نقول له، اما مش برشا ما نقولوش رانا صحابته، بتبعته يعرف وحده خاطر هكا.